استعدنا عندنا جيدة قبل أسبوع، يعني باشرنا بالوحدات التدريبية، لعبنا مباراة ودية استفادنا منها الكثير أمام نادي الكهرباء من فرق جيدة. الآن تنتظرنا مباراة أمام المكسيك والإكوادور، إن شاء الله فريقنا عازم أنه يحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله. مباريات مهمة على مستوى أمام منتخبات عالمية ممكن تعود بالله فائدة فنية لكم كلاعبين؟ أكيد هو الأهم أنه يستفاد أن المنتخب الوطني من هاي المباريات، مباراة كبيرة أعتقد أمام المكسيك والإكوادور، فريقنا فريق شبابي، ينتظرون أخواننا المغتربين هناك وإن شاء الله نقدم مباراة جيدة تليق باسم الكرة العراقية. زي كابتن، بخصوص يعني المباريات هل من الممكن أن نشاهد نتيجة طيبة عازمون على الفوز؟ أكيد طبعا، إن شاء الله بجهود اللاعبين أخوانا والكادر التدريبي إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية تخدم مصلحة الكرة العراقية. أعتقد اليوم هي خامس وحدة تدريبية للمنتخب، أكيد استعدادات جيدة، أكيد تنتظرنا مباريات مهمة، مباريات صعبة مع منتخبات قوية، منتخبات متأهلة لكأس العالم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا، يوفق اللاعبين، يوفق الكادر التدريبي، فهيك مباريات هي الاستفادة من عدها إحنا كلاعبين. تمنينا أنه من فترة سابقة أنه نلعب هيك مباريات، هو الاحتكاك مع المنتخبات القوية، حتى اللاعب العراقي واللاعب حتى يصير له ثقة زايدة يلعب هيك مباريات دولية. إن شاء الله أعتقد هو اليوم السفر، فأتمنى الوصول بسلامة للمنتخب، إن شاء الله نوعد جمهورنا ونوعد الشارع الرياضي، فنقدم لهم فد شيء يليق باسمهم إن شاء الله. سيد، اليوم منتخبنا مزيج من لاعبين خبرة ولاعبين شباب، أنتم كلاعبين خبرة يقع على عاتقكم المسؤولية، كيف راح تتعاملوا مع اللاعبين الشباب؟ هي أكيد المسؤولية على عاتق الكل، مو بس على اللاعبين الخبرة، فأكيد اللاعبين الشباب هم يعني مستقبل الكرة العراقية. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في الفترة القادمة، أكيد هو المنتخب يجمع كل الشباب والخبرة، إن شاء الله يكونون على قد المسؤولية إن شاء الله. كابتن، راح تواجهون أنت شخصيا راح تواجه مهاجمين كبار، مهاجمين دوليين، شلون راح تعاملوا ويا الأمر؟ مسألة صعبة خصوصا ان المباراة تحضير، لكن تحدي صعب لجلال حسن شخصيا. بالعكس، ماكو شيء صعب كرة القدم، ف احنا 11 لاعب مو بس انا بالملعب، فاكيد انا علي واجبات انه اطبقها في المباريات، فبعد من يقول انه انا العب اكون مدرب هو يقلل التشكيل الاساسي، ان شاء الله انه نقدم فد مباريات تليق باسمنا ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تعرف دخلنا معسكر داخلي 4 ايام، عندنا مباراه المكسيك والاكوادور، المباريات على مستوى عالي، فائدتها كبيره راح تكون بالمستقبل انه في المنتخب العراقي. زين كابتن، يعني حاليا انتم كلاعبين شباب يعني ستلعبون مع لاعبين خبره، كيف انتم ستواجهون كوستاريكا والمكسيك وهم منتخبات متاهله لكاس العالم؟ هل قادرين على احراج هذه المنتخبات؟ انت مثل ما تعرف اليوم منتخبات على مستوى عالي ما تبحث عن النتيجه، بحيث ما تبحث عن تكسب الخبره والاداء بالمستقبل يفيدك.